قالت حركة أحرار غزة إن عناصر ملثمة تابعة لحماس تطلق على نفسها اللجان الشعبية تنتشر في القطاع بذريعة السيطرة على الشارع وردع الباعة الجائلين واعتراض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح البري. أكدت حركة أحرار غزة أنها ضد سيطرة الملثمين من حماس على الشوارع عملا بمبادئ النزاهة والشفافية والقانون. حذرت الحركة كل من تسول له نفسه بالاعتداء أو التجبر على المواطنين العزل.